مرحبا بكم. هل تعتقد أن كل شيء في مراكز التسوق جيد لك؟ حسنا، أنت مخطئ، فكل شيء لجذبك فقط. متعة الناس في مختلف الدول هي تقضية الوقت في مراكز التسوق، فعندما يحتاج الناس إلى التنزه بعيدا عن الحدائق والميادين يذهبون للمراكز التجارية، فهذا يكون الاختيار الأنسب. حسنا، ماذا تخفي عنا هذه المراكز التجارية؟ هيا لنعرف سويا. عاشرا، خدعة الوقت. صممت المراكز التجارية لتقضية الوقت دون السؤال عن الساعة. فعلى سبيل المثال، المحلات تكون غير معرضة لضوء الشمس، فقد تقضي اليوم كله دون أن تلاحظ غياب الشمس، وفي كل مرة تنظر فيها للساعة ستقول كيف يمر الوقت بهذه السرعة. فالمركز التجاري لا يوجد فيه ساعة أو نافذة، وهكذا سيمر الوقت دون أن تلاحظ، ولتبقى في المكان وتقوم بشراء أكبر قدر ممكن من المنتجات. تاسعا، الرائحة. أما السحر الآخر فسببه الرائحة، فالمحلات تدعو الزبائن لدخولها، فمثلا يضعون عطر الجو حتى يشعر الناس بانسجام داخل المحل. وعندما تشتري شيئا من أحد المحلات ستلاحظ فرقا كبيرا، ففي المحل يبدو أجمل كثيرا. ثامنا، اللعب بالأضواء. أغلب المحلات يكون نظام الإضاءة فيها يجذبك للداخل، ومن جانب آخر ترتيب المنتجات وألوانها أيضا لها دور في ذلك، وبفضل هذه الأضواء المميزة تبدو المحلات أوسع ومريحة للنظر. ستلاحظ عند شرائك خميصا أخضرا من محل أن لونه مختلفا في المركز عن لونه عندما ترتديه. سابعا، سحر الموسيقى. يوجد سبب نفسي لكل تفصيلة في المركز التجاري، والموسيقى أحد هذه الأسباب، فالموسيقى تريح المشتري وتجعله يستمتع بالتسوق. ففي المرة المقبلة انتبهوا جيدا، ستلاحظ وجود الموسيقى الخفيفة أو المعزوفات الجميلة. سادسا، ركن الطعام. عندما تقضي طوال النهار في مكان لا يوجد فيه نافذة أو ساعة، فإنك تتسوق وتتجول طوال الوقت حتى تشعر بالجوع، وبالتأكيد وفي هذه اللحظة تماما ستصل إليك روائح من ركن الطعام، فستذهب بدون تفكير لإشباع معدتك، وبهذا تقضي وقتا أطولا في المركز، فرائحة الأكل تماما مثل الضوء والموسيقى تهيئ لك الجو المناسب للتسوق. خامسا، السلالم. توجد السلالم المتحركة في كل المراكز التجارية للصعود والنزول في الاتجاهين المتعاكسين. نحن نظن أن هذا جميل، ولكن هذا هدفه إبقاء الإنسان لأطول مدة في المركز، حيث أن انتقال الناس بين السلالم يمكنهم من رؤية المحلات التي لم يدخلوها فيذهبوا لها على الفور. هذه التفاصيل مخطط لها بدقة. رابعا، المرآة. انتشر وجود المرايا داخل المراكز التجارية، فحتى العواميد قد تتكون من المرايات، فينتقل الزبائن من مرآة لأخرى، وهكذا لن تلاحظوا أنكم تجولتم كثيرا. أيضا توجد مرايات القياس في المحلات التجارية، وتستخدم أنواعا جيدة منها، لذلك عندما تقوم بتجربة الملابس ستظهر بمظهر جيد للغاية. ثالثا، الفترينات الراقة. في الفترينة توضع الملابس بشكل لائق وانسجام جميل وإضاءة مناسبة، وذلك لكي تجذب الأنظار. ستشعرون برغبة في شراء هذه الأشياء، وطبعا الأشياء الموجودة في الفترينة يزول لمعانها بعد خروجها من الفترينة، حيث أن كل هذا ليس إلا خداعا بصريا. ثانيا، تغير الطقس. عندما يكون الطقس حارا بالخارج، فإن داخل المركز التجاري يكون الجو لطيفا تماما كما تريد. هذا سبب مهم لجذب الناس للداخل، وعندما تدخلون ستنجذبون إلى العوامل الأخرى للتسوق، فالمراكز مختلفة عن الشوارع فهي مريحة ونظيفة. أولا وأخيرا، ملاهي الأطفال. واحدة من مميزات المراكز التجارية هي وجود أماكن خاصة للعب الأطفال، فإذا كان الأطفال يرغبون في الذهاب للملاهي يمكنك فعل ذلك أثناء التسوق، فهنا يستطيع الأطفال اللعب والآباء التسوق. وبجانب منطقة الملاهي يوجد بائع حلوى، فعندما يريد الطفل حلوى لا يستطيع رفض طلبه. واختصارا لكل ذلك، المراكز التجارية صممت بعناية لخداعنا وجذبنا للتسوق وكذلك تقضية الوقت. اكتبوا في التعليقات أي من هذه الأشياء أدهشتكم عن غيرها، وشكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.